الدراسي ما في المرة هاي امتحانين، والامتحانين إن شاء الله بيكونوا بالحرم الجامعي يعني كتابيات. لذلك يعني حاولوا ركزوا على الجانب الدراسي، يعني هيكم تريحين من الواجب. لذلك يعني خلي تركيزكم بشكل عام يعني بكل المواد على جانب دراسة المواد بشكل دوري وأول بأول، تمام؟ طبعا المادة هاي أكيد يعني معظمكم أخذ تمويل واحد وعنده الكتاب نفسه، يعني تمويل واحد تمويل اثنين. تمويل واحد احنا خلصنا أول 7 شباتر، وتمويل اثنين بيجي كمان 7 شباتر اللي هو من شابتر 8 إلى شابتر 14، تمام؟ رح نبلش بالشابتر 8 اللي هو موضوعه كابيتال بادجيتنج أو الموازنة الرأسمالية. الموازنة الرأسمالية أو كابيتال بادجيتنج، تمام؟ طبعا لما نحكي كابيتال بادجيتنج أو موازنة، كلمة موازنة يعني قبل ما تكون كابيتال أو رأس مال، كلمة موازنة دائما معناها مستقبل وليس ماضي. يعني أنتم كمحاسبين لما تعملوا على تحضير القوائم المالية، تمام؟ القوائم المالية لما تحضروها عن الفترة الماضية، صح؟ وليس المستقبلية. يعني لما نقول قائم الدخل عن السنة المنتهية، الميزانية العمومية كما هي في تاريخ كذا كذا، تمام؟ إذن بدنا نلاحظ هون إنه مثل ما في تحضير قوائم للماضي، برضه في تحضير قوائم للمستقبل. طبعا هاي بتندرج تحت بند التخطيط المالي. التخطيط المالي بمعنى انه انا مثلا بدي اعمل قائمة الدخل التقديرية للسنة القادمة، بتوقع مبيعاتي، بشوف قديش تشكل نسبة من مبيعات العام الماضي، وبقيس باقي البنود برضو بنفس النسبة أو نفس النمو تاع المبيعات، بالإضافة إلى بعض المعلومات الجانبية اللي قد تعطى، تمام؟ وهذا الحكي بيساعدنا في تحضير القوائم المالية للمستقبل. شو بنسميها؟ موازنات. لما نقول قائمة دخل تقديرية معناته budgeted income statements. شو بنقول؟ budgeted income statements. budgeted يعني موازنة، بالعربي تقديرية، تمام؟ يعني هي مش تقديرية كترجمة حرفية، لكن يعني زي لما نقول قائمة الدخل تقديرية budgeted income statement. عفوا سوري للمقاطعة، بس انت بدك تستعمل اللوح اسبوع الجاي ان شاء الله. بس لاحظ لانه مش مبين على الشاشة انه انت شوف هذا. لا اسبوع الجاي ان شاء الله، احنا لانه ما جهزناش اللوح وهسه مبدئيا. يعني اليوم تعرف أول محاضرة بتكون نظري مقدمة إن شاء الله. دكتور نحن المحاضرين بكرة موعد استلام الكتب، هلأ ما معانا كتب. ما في أي مشكلة يا وصال، يعني عبارة عن أنه اليوم مقدمة، تمام؟ تمام. يعني رح نعطي مقدمة للمادة، وابتداء من الأسبوع الجاي بيكون اللي هو اللي يعني الشرح على اللوح بشكل تفصيلي إن شاء الله. ماشي، يعني اطمئنوا، يعني احنا هنا بنحاول انه نمشي مع بعض خطوة بخطوة.
اوكي طيب اذا نرجع للموازنات، الموازنات قلنا يعني التقديريه سواء بالدخل او بالميزانيه العموميه. الان عندنا موازنه من نوع اخر، شو اسمها؟ اسمها موازنه راسماليه، ماشي الحال؟ اسمها موازنة رأسمالية. لما نقول موازنة رأسمالية، الموازنة رأسمالية، خلينا نحلل الكلمتين. كلمة موازنة، لما نقول موازنة معناته شو بنقول؟ مستقبل، تمام؟ لما نقول موازنة معناته بنعني كلمة مستقبل، يعني إشي مالي متعلق بالمستقبل. لكن هذا الإشي المالي ليس قائم الدخل ولا ميزانية عمومية. كلمة رأس مالية الآن، شو يعني رأس مالية؟ الاستثمار أو خلينا نحكي استثمار رأس المال، كويس؟ رأسمالية معناته استثمار رأس المال. الآن خلينا نقول إنه توفر لدى الشركة 2 مليون دينار، توفر هذا رأس مال متوفر بقيمة قديش؟ 2 مليون دينار، كويس. الآن أنت كمدير مالي بالشركة وكمدير عام للشركة، معقول تستثمر هذا المبلغ بشكل عشوائي؟ لا، بدك تحدد موازنة، تحدد احتياجات وتعمل دراسة جدوى. الآن نفترض انه احنا عبارة عن شركة نقل، شركة اوكي، سوف نوسع العمليات لتصبح دولية، تمام؟ يعني نوسع عملياتنا الآن، احنا بنشتغل لوكالي محلي، ولكن قررنا انه نصير نقدم خدمات النقل لدول أجنبية أو دول مجاورة. في عندنا بحر، بدنا نصدر مثلا بضاعة لمصر. لمصر في عنا، بيننا وبين مصر في بحر، تمام؟ الآن أو نهر، خلينا نحكي بدناش بحر، خليها نهر عشان يعني يزبط المثال. هذا النهر اللي بيننا وبين مصر، أو خلينا نحكي بين أي دولتين يعني، أوكي، بتطلب منا إنه نستثمر بشراء باخرة، تمام؟ أو شو البديل عن الباخرة؟ أو إنه إحنا نستأجر، يعني يكون النقل البحري، إنه إحنا نعمل نقل بحري، أو ايش؟
شو ممكن نعمل؟ باخرة أو جسر قصدك دكتور؟ بالضبط، بناء جسر، مضبوط؟ تمام. أيوه، إذا سواء عملنا باخرة أو بنينا جسر، الجسر هذا الآن سوف يتم تأجيره كمان، مش بس إحنا نستخدمه. الجسر كل سيارة نقل راح تمر من الجسر راح تدفع مبلغ من البلد. الباخرة كل واحد بيطلع بضاعته معنا بالباخرة بيدفع مبلغ من البلد. كويس؟ هسه الكلفة كل منهم 2 مليون. والله يا شباب كل واحد يسكر السبيكر المايك على اساس انه صوتك يظل واضح، وبس بدك تحكي افتح السبيكر وتسكره على السريع. تمام؟ اذا لاحظوا انه كلفة كل منهم 2 مليون دينار، يعني سواء بدنا نبني جسر او بدنا نشتري باخره، الجسر راح يكلف 2 مليون والباخره كمان راح تكلف 2 مليون. اوكي، التدفقات النقديه المتوقعه لكل منهم، يعني الآن سواء الجسر أو الباخرة، السنة القادمة في تدفقات نقدية متوقعة، لأنه إحنا بنعمل دراسة كم شاحنة راح تمر على الجسر وقديش راح تدفع، الباخرة لو عملناها قديش أو لو اشتريناها قديش راح يجينا إيراد، عدد الزبائن، تكلفة كل أو السعر أو يعني التشارج اللي بناخذه من كل زبون. تمام؟ إذا بنعمل جدول، هذا الجدول شو مبين؟ بيعطينا إنه التدفقات النقدية المتوقعة للسنوات القادمة. هاي السنة وهاي هون التدفق النقدي. اوكي، التدفق النقدي التدفق طبعا هون جسر وهون آخرة. ماشي، لو قلنا إنه الجسر راح يعطينا بالسنة الأولى 200 ألف دينار، 600 ألف دينار، 800 ألف دينار، 800 ألف دينار. هذا إيش؟ هذا اللي هو الجسر. الباخرة 600 ألف، ثمانمائة ألف،
السنة الثانية. ثمانمائة ألف السنة الثالثة. وهاي 200 ألف السنة الرابعة. الآن لو جمعت التدفقات النقدية للأربع سنين 200 و600 و800 2400 2 مليون و400، يعني بأربع سنين بيكون المشروع جايب لك 2 مليون و400 ألف دينار. وهون برضو بأربع سنين بيكون جايب لك 2 مليون و400 ألف دينار. ولكن الآن راح نقارن ما بين المشاريع هاي بعدة طرق. أولا طريقة معدل فترة الاسترداد. عارفين شو مين بيجاوبني؟ يعني شو توقعك هاي الطريقة شو بتعطينا؟ اللي هي قديه مردود هذا في كل سنة، يعني بالجسر إنه كان يتزايد 2600 وهيك، لكن بالباخرة آخر سنة قل ممكن هذا ال... أشكرك. وغيره هي الفترة، إنه الفترة الزمنية قديش بده وقت إنه يسترجع رأس المال اللي دفعه على هذا الاستثمار. أشكرك، ممتاز. إذا زي ما تفضل يزن، إنه قديش بدك فترة زمنية حتى تدفقاتك النقدية ترجع لك رأس مالك اللي حطيته بالبداية؟ واضح؟ إذا شفهيا خلينا نحسبها، احنا قديش صرفنا في البداية؟ 2 مليون دينار. يلا خلينا نشوف المشروع الأول اللي هو الجسر. 200 ألف قديش بظل؟ 1,800,000. راح 600 ألف قديش بظل؟ 1,200,000. راح 800 قديش بظل؟ 400 ألف. يعني بالسنة الثالثة بيكون ضايل علينا 400 ألف حتى نسكر رأس مالنا. بينما بالسنة الرابعة قديش جانا؟ 800 ألف. الآن 800 ألف بكفوا وبزيدوا، معناته إحنا مش بحاجة للسنة الرابعة كاملة. لقديش السنة الرابعة حاجة؟ يعني ما هي الفترة اللي من السنة الرابعة اللي إحنا بحاجة إنها حتى نسدد رأس مالنا؟ نص سنة، 6 أشهر. شكرا. فعلا نصف سنة، لأنه المبلغ عبارة عن 800 ألف وإحنا بحاجة ل400 ألف، يعني ضعف اللي إحنا بحاجة إله. معناته فترة الاسترداد للمشروع الأول 4 سنين ونص. طيب عبير بتقدر تحسبي لي اياها للمشروع الثاني للباخره؟ تمام دكتور. 2 مليون بنشيل 600 ألف، بضل 1,400,000. بنشيل السنه الثانيه 800 ألف، بضل 600 ألف. تمام، يعني السنه الثالثه ما بنحتاج المبلغ كله، نحتاج تقريبا 3/4 السنه، يعني 9 أشهر، يعني 2 سنين و9 أشهر. شكرا يا عبير، يلا يعطيك العافيه. الله يسعد. طبعا هذا الحكي يا شباب يعني بنحسبه بشكل رياضي بهذه الطريقة. انتبهوا لي، ماشي الحال؟ هاي السنة
التدفق، وهاي هون التدفق المتراكم. طبعا السنة عندنا 0 1 2 3 4 تمام. تدفق هاي المشروع الأول، هاي اللي هو الجسر. كديش تدفق عنا في السنة الأولى أو تايم زيرو؟ شو معناته هذا القوس؟ سالب. ليش حطينا سالب؟ عشان إحنا بدنا نزيد هذا التدفق اللي بيجينا حتى نوصل للصفر، حتى نوصل لـ 2 مليون. حطيناه سالب لأنه خارج. هذا تدفق نقدي صرفناه يعني خارج. نحطه بأي رقم بالإشارة السالبة. والموجب أو الداخل بنحطه بالموجب. تمام؟ واضح دكتور. أيوه. الآن شو بنحط هون؟ برضه 2 مليون سنة. الآن بنهاية السنة الأولى قديش يجانا؟ 200 ألف. 200 ألف موجب طبعا. نجمعهم لمين؟ نجمعهم لل 2 مليون السالب. تمام؟ شو بعطينا؟ مليون و800 ايش؟ مو سالب. طيب السنة الثالثة، ثانية عفوا، قديش في عندنا؟ 600. 100,000 موجب ومليون و800 سالب. مليون و200. مليون و200 ألف سالب. طيب السنة الثالثة 800 موجب بدل 400 ومليون و200 سالب، بضل عندنا 400 ألف سالب. القاعدة هون يا شباب، ما دام إنه الرقم سالب بنظل مستمرين. سيتحول الرقم إلى إيش؟ إلى موجب. تمام؟ بالسنة الرابعة. نيجي على الرابعة. بنقول 800 موجب و400 سالب، يصير موجب 400,000. مضبوط؟ وضحت الأمور؟ طيب كيف العملية الحسابية؟ معدل فترة الاسترداد. تساوي آخر سنة سالبة. زائد المبلغ المتبقي تقسيم تدفق سنة
التالية. الآن آخر سنة سالم قديش كانت عنا؟ اللي هي السنة الثالثة. السنة الثالثة، شكرا. هاي إذا بنقول يساوي آخر سنة سالب اللي هي ثلاث زائد تدفق أو عفوا المبلغ المتبقي حتى نصل إلى الزيرو قديش؟ 400,000. 400,000. هاي الأرقام اللي استخدمناها قاعد بحط لكم إياها باللون الأحمر. إذا شو بنحط هون؟ 400,000. تدفق السنة التالية، شو هي السنة التالية؟ يعني بعد السنة الثالثة شو بتيجي عندنا السنة الرابعة؟ قديش تدفقها؟ 800,000 بالضبط. إذا تقسيم 800,000 يساوي 3.5. يعني نفس الرقم اللي عبير طلعت لي. ماشي الحال. الآن بنيجي وين؟ على المشروع الثاني الباخرة. الباخرة. الآن الباخرة عبير حكت لنا إنه قديش كان؟ 2.9 شهور أو 2.75% من السنة، يعني 2.75 أو 3/4، يعني 2.75 السنة الثالثة. خلينا الآن برضه نعمل جدول بنفس الطريقة. 5/3. إذن سير تابل أعمل 5/3 و5. إذن هاي هون السنة هون التدفق هون التدفق المتراكم. تمام. إذا السنة زي ما قلنا 0 1 2 3 4 تدفق قديش بالله كان هون سالب 2,000,000 بعدين 600,000 هاي 600,000 يلا نقلوني واحد ينقلني من الشباب أحكي يزن أو حدا من الشباب ينقلني أحكي دكتور لا خلينا نعطي مجال للشباب موجودين بقية الطلاب والطالبات 1,400,000 سالب إذن 1,400,000 لا يا يزن لا يا يزن دائما التدفق يا يزن التدفق المتراكم يساوي تدفق السنة الحالية زائد اللي قبلها
هسه قبل الزيرو في إشي يا يزن؟ لا. أيوة، إذن هذا الرقم بنتقل زي ما هو. تمام؟ تمام دكتور. شو منحط؟ منحط هون. من. 2 مليون. 2 مليون زي ما هو. كمل. مليون و400 ألف ماينس. دكتور بس أنت ناسي صفر بال 600 ألف. ممتاز. 600,000 ماينس. 600,000 ماينس. إذا هاي. هلا مش راح هلا هون 200,000 موجب. خلاص ما في داعي نكمل مشي. تمام. مجرد ما صار الرقم موجب خلاص وقف. الآن منطبق القاعدة. شو منقول؟ معدل فترة الاسترداد تساوي يلا. مين هلا نحن غير يزن حدا يكمل من الشباب البنات مين؟ بيان مثلا وين بيان؟ طيب مالك دكتور انا بكمل بس لاني دخلت انا متاخر فما بعرف اي صفحه. ريان نعم يعني هسه جاهز تكمل ولا بس بدي اعرف اي صفحه فقط لا غير. انا لاني دخلت كنت في المحاضره الثانيه بستنى فكرت في المحاضره الثانيه فتاخرت على هاي فما بعرف اي صفحه. مش مشكله ريان استمع الان استمع مش مشكله. مين بكمل شباب؟ أنا دكتور بكمل ما في مشكلة. يلا يا زين تفضل يا زين. راح نوقف على السنة الثانية على آخر مبلغ كان فيه بالماينوس 600,000. بالضبط شو منقول؟ اثنين آخر سنة سنة بتساوي اثنين مش هيك؟ نعم مظبوط. نعطي زائد. أيوة. افتح قوس. هلا نحن على السنة الثالثة. هلا بننزل ال 600,000 المبلغ المتبقي بالضبط 600,000 تقسيم 800,000 بالضبط اللي هو تدفق السنة التالية إذا هو يساوي فاصلة ثلاثة أرباع فاصلة سبعة خمسة سنة زي ما تفضلت الأخت عبير في البداية لما حلته بشكل شفهي. تمام. إذا الآن التطبيق الرقمي أثبت لنا نفس النتيجة الشفهية. تمام. إذا هاي طريقة من طرق الموازنة الرأسمالية، هاي أحد الطرق. إحنا عندنا في طرق كثير منها معدل فترة الاسترداد، وفي عندنا معدل العائد المحاسب، وفي عندنا صافي القيمة الحالية، وفي عندنا معدل العائد الداخلي، وعندنا مؤشر ربحية. أيوة الآن خلصنا من أول طريقة اللي هي معدل فترة الاسترداد. المحاضرة الجاية إن شاء الله راح يكون عندنا طريقة صافي القيمة الحالية. الآن ما يعاب أو خلينا نقول بالأول مزايا معدل فترة الاسترداد. أولا سهولة
السنة. تمام، سهولة الحساب يعني عملية حسابية سهلة. تمام، وثانيا الوضوح يعني طريقة واضحة. الآن قبل ما نروح للموضوع هذا، ما قلتوا ليش الآن عندنا مشروعين، جسر وباخرة، حسب النتائج اللي طلعت معنا مين بتنصحوا نختار، الجسر ولا الباخرة؟ اللي أقل فترة زمنية للتدفقات دكتور. شكرا يا باخرة دكتور. ممتاز ممتاز. إذا الفترة الزمنية الأقل اللي هي الباخرة، معدل فترة استردادها 3 سنين إلا ربع، أقل من الجسر اللي معدل فترة استرداده 3 سنوات ونصف. إذا حسب معيار طريقة معدل فترة الاسترداد دائما نختار المشروع ذات فترة الاسترداد الأقل. تمام، وهذه الطريقة. أولا تأخذ قيمة الزمنية للنقود بعين الاعتبار، مين بحكي لي شو يعني القيمة الزمنية للنقود؟ لما بتاخذ الوضع مثلا اذا في عوامل تضخم او ركاد اقتصادي او كساد او اي شيء بالسنه اللي احنا محل الدراسه. لا الاموال المعدومه دكتور برضو. لا دكتور ممكن تكون انه قيمه الدينار هلا غير قيمه الدينار بعد 10 سنين بسبب دكتور تغيرات مثل البورصة أو ارتفاع الدولار أو نقصانه. قيمة قيمة النقد يا بتقل أو بتزيد. دكتور الكتيب الأول، الكتيب الأول يا شو اسمك أنت؟ دكتور اسمي هنا. هنا اللي حكيتيه بالأول يا هنا صحيح، إنه قيمة الدينار اليوم غير عن قيمتها بعد سنة، ولكن ليس للأسباب اللي حكيت عنها، بسبب إنه دينار اليوم لو شغلناه السنة الجاي بصير دينار وعشر قروش ولا لا؟ سبب الاقتصاد يعني دكتور؟ لا بسبب تشغيله. تشغيله أوكي. تحريكه زمنيا، عرفت؟ يعني الآن لو يعطوك 90 قرش السنة الجاي قديش بصيره؟ دينار. دينار. معناته دينار السنة القادمة عن 90 قرش اليوم، عرفت؟ وصلت دكتور. ممتاز. يعني تضخم بدك تحكي؟ لا بسبب يا رجل بسبب تشغيله. خلاص تمام. تشغيله لأنه أنت لما تشغل الدينار تاع اليوم تشغيله بأخذ بعين الاعتبار كل العوامل لأنه بيجيك عليه عائد. صح؟ صحيح. يعني أنت اليوم لما يكون معك مبلغ 100,000 دينار مثلا وروح شغلته، اوكي السنة الجاي صاروا 120,000 دينار، ال20,000 دينار هذول الربح، هذول أخذوا بعين الاعتبار التضخم وتغير القيمة وإلى كل شيء. إحنا هذا كله بنختصره بنقول عنه قيمة زمنية للنقود، إنه دينار اليوم لما نشغله السنة الجاي بصير أكثر. وصلت دكتور. يعني أي مبلغ إذا بتقدمه لقدام بزيد، وإذا بترجعه لورا بقل. هاي اسمها قيمة زمنية للنقود، time value of money. تمام؟ تمام دكتور. أيوه. الآن ثانياً
العيب الثاني أو الانتقاد الثاني على طريقة معدل فترة الاسترداد إنه لا تأخذ التدفقات النقدية اللاحقة فترة الاسترداد عين الاعتبار. شو يعني؟ انتبهوا لي، احنا قلنا الان المشروع الثاني هذا اللي هو الباخرة احسن من الجسر، مش ايه؟ طيب لو جينا على الجسر قلنا لكم انه هون المبلغ 1,200,000 دينار، هل راح يغير يا عبير؟ هل هذا الرقم راح يغير بالنتيجة شيء؟ ما راح يغير بالنتيجة، لأنه إحنا وقفنا عند لما صار سالب، لما بلش يبدأ بالموجب. نعم بالضبط، معناته حكمنا على المشروع بالإعدام قبل أوانه ولا لا؟ لو أعطيناه فرصة، لو أعطيناه فرصة لقدام وخذنا التدفقات النقدية اللي بعد فترة الاسترداد، لاحظي أنه هون 1,200,000 دينار، ولاحظي هون قديش 200,000. صح دكتور، ممكن نحكي عن هاي الطريقة إنها مش منطقية أو مش عملية من ناحية محاسبية؟ لا ما في شيء مش عملي ومش منطقي، تمام؟ ولكن كل شيء فيه له مزايا وانتقادات. هذا مش معناته انه ما نستعمل هذه الطريقه. الطريقه هاي من مزاياها زي ما قلنا سهله الحساب وسريعه وواضحه. هي نعم سهوله الحساب وسريعه وواضحه. يعني انت الان لما تكوني بالسوق وبدك تتخذي قرار سريع ومش راضي تعملي حسابات عميقة، أوكي، أول مؤشر ممكن تأخذيه بعين الاعتبار، لأنه بجوز وانت واقفة مش انت الآن حسبتيه شفهيا. أها أنا تعمدت أخليك تحسبوه شفهيا بالأول عشان تعرفوا إنه هاي الطريقة سريعة الحساب. ماشي؟ معناته المدير المالي او المدير او المستثمر اللي بده يتخذ قرار سريع، مرات الواحد بنجبر انه يتخذ قرار سريع لان السوق عباره عن فرص ولا لا؟ نعم. يعني هسه نعرض عليك مثلا عقار للبيع، والعقار هذا مؤجر، وحكوا لك انه العقار 8.5 مليون دينار ومؤجر ب100,000 سنوي، تشتري ولا ما بتشتري إذا كان معك سيولة؟ إذا كان في سيولة طبعاً دكتور. ليش؟ لأنه فرصة هي. لأنه قسمي 500,000 على 100,000 كم سنة بطلعنا؟ 5. يعني بخمس سنين هذا المشروع بجيب رأس مال. يعني فترة الاسترداد لهذا المشروع العقاري 5 سنين، وإحنا بنعرف إنه بالأردن أو بالدول العربية بشكل عام العقار بده من 12 إلى 15 سنة حتى يرد رأس ماله من الإيجار. مظبوط؟ يعني هسه إذا اشتريتي شقة ب50,000 قديش تتأجر؟ ممكن 300 دينار. يعني 3,000 دينار أو 3,500 دينار سنويا، مش هيك؟ تقريبا. قسمي لي 50,000 على 3,500 قديش بطلع؟ 15 سنة، صح؟ حتى نرجع نسترد
حقها يعني تقريبا بالأردن هذا المعدل، يعني العقار بده 15 سنة حتى يرد رأس ماله، بينما عرض عليك عقار مأجر بهذا السعر 8.5 مليون ومأجر 100,000 بتقولي والله يعني قرارك الآن سريع لازم يكون، لأنه يكون في مشتري آخر وفرصة للي بتخذ القرار أسرع، ولا لا؟ نعم. إذن من مزايا هذه الطريقة سهولة الحساب والسرعة، يعني وانت واقفة خلاص حسبتي والله 5 سنين ايه والله كويس، 5 سنين معناته بشتري، بدفع عربون وبحجز ذلك الاستثمار. اي سؤال يا شباب؟ نعم مفهوم دكتور. يعطيكم العافية، نتوقف. الله يعافيك دكتور، وإن شاء الله بنكمل المحاضرة الجاية بطريقة صافي القيم الحالية اللي بتمنى تكونوا محاضرينها إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. دكتور ممكن طلب؟ أتفضل. لو حدا من الشباب أو الصبايا اللي موجودين معانا يعطيك رقمه عشان نعمل جروب على الواتساب. موجود رقم دكتور. عمل بجوز عملوا دكتور على المادة الثانية، هم عملوا ممكن على الاقتصاد ما خاب ظني. لا اعملوا، لا المادة لا ما عملوا فيها، يا ريت تعملوا جروب واتساب. يعني سجلوا رقمي. تمام سجلوا رقمي عندكم، مش عندكم رقمي ولا لا؟ انا عندي رقمك. لا ما عنده رقمي وانا لا مش موجود رقمي. خلاص صاير ريان او يزن او واحد من الشباب بتولى هاي العملية ويعملوا جروب. بس سجلوا رقمي. طب أعطينا رقم يزن أو حدا من الشباب. دكتور كيف بدك تكون ينشئ الجروب؟ أنا ريان بسوي. ريان؟ نعم نعم خلاص أعطيهم رقمك نقلهم إياه. سجلوا عندكم. تمام. 077 أها 97 أوكي 19 242 242 تمام شكرا. الله يعطيك العافية يا شباب، بالتوفيق إن شاء الله.